ايه رأيك بقى يا هشام نلعب دلوقتي لعبة نستغل فيها الفويس اوفر بتاعنا؟ ممكن يلا نعمل ايه؟ نلعب ايه؟ مش عارف شخصيات مثلا كتير، ايه الشخصيات الكرتون اللي كنت بتحبوها؟ كل واحد يبقى حيوان ما في جنينة. لا في شخصيات مشهورة مثلا دونالد داك، حد بيعرف يقلده؟ لا دونالد داك. لا طب انت وريني يا دونالد. بيتكلم كده طب اتكلم. حاجة، لا ده مش دوري، ده دور زياد الشريف. هو طب انت دورك ايه؟ في الميدل ايست هو اللي ماسك دونالد داك غنى وتمثيل. لا انا في سبونج بوب مثلا عضلات لاري، هاي دود، هاي سبونج بوب، كتير قوي حلقات كتير قوي الشخصية دي بتطلع فيها بتتمرن في الجيم بس. فانت متخيله انك انت رايحه اوردر بحاله علشان تخشي قدام المايك تحطه المخرج وبتاع، يلا يا استاذ يلا يا استاذ. انت متاكد ان انت بتعمل اصوات المايك؟ وده في الاخر بقى ايه بيقول لك شفيته وده نورتني يا استاذ هشام، اتفضل. بتاخد على ده فلوس كده بس، تعمل كده بس ممكن يبقى سيشن كامل هو كده. في مثلا في كونغ فو باندا كان في شخصيه انا رحت كاي الشرير اللي بيواجه كونغ فو باندا بتاعنا البطل الطيب وبتاع، رحت 3 مرات عشان اسجل الفيلم. المخرجه كانت بتيجي في لحظه من لحظات، هشام انت صوتك هيبدا يخس، ستوب النهارده وتعال لنا كمان يوم عشان صوتك ما يروحش، لان هو شخصيه طول الوقت حاجات كده. طب بقول لك ايه هشام، عشان بس الدماغ ما تبص اكتر من كده معلش. انت اختم الحلقه انت بطريقتك يعني، او اعمل برومو على نفسك، اعمل برومو لنفسنا. ولا ولا ما هو ده، ما هو ده خطر. انا موظف في قناه، استاذه وقناه كبيره ومحترمين. ضيف النهارده، ضيف ضيف يعني، اتمنى انهم يوظفنا معاهم، هيسابقوك ان شاء الله يوم الايام. قول لهم عايزين نتوظف معاهم، لان هنا مش عايزين يوظفونا. من سنين وسنين في القعده دي، من سنين حبيبتي لو سمحتي.